السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من قناتكم خبراء اللغه الانجليزيه. ان شاء الله النهارده هيبقى معانا تكمله الدرس الاول والثاني من منهج وزاره التربيه والتعليم الجديد الخاص بالصف الاول الاعدادي. وان شاء الله النهارده هنقرا القطعتين الموجودين في الدروس، تمام، ونشرحهم مع بعض. طبعا القطعه الاولانيه بتتكلم عن الفاميلي او العائله. هدف القطعه ان انت تعرف بتتكلم عن افراد العائله وتوصف السن والعمر بتاعهم، خلاص. وكمان احنا شرحنا، لو ما شفتوش الدرس الاول والثاني، شرح الكلمات والجرامر، فتتابعوا وتتفرجوا على الحلقه اللي فاتت اولا قبل مشاهده الحلقه دي. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو، اي كومنتس اي تعليقات سيبوها لي تحت الفيديو علشان نكمل ان شاء الله مع بعض. نبتدي كده بالقطعه. القطعه بتقول عاليز فاميلي. اول حاجه هنلاحظها ان في ابوستروف اس الملكيه، وده معناه ان الفاميلي دي خاصه بعلي. طبعا ابوستروف اس الملكيه بتختلف عن ابوستروف اس اختصار از، واسهل حاجه تقدر توضحها للطالب ان ابوستروف اس الملكيه لو قلتها از هتبقى المعنى مش متوافق تماما. يعني ما ينفعش نقول علي از فاميلي، علي هو العائله، ما ينفعش طبعا. فعاليز فاميلي هي عائله علي، خلاص كده. طبعا صفحه الكتاب رقم 2 في قطعه، هي نفس القطعه فهنقراها مع بعض. المذكره دي مذكره كتاب لذيذ وظريف اسمه 5 ستارز، وكتاب شيق وغني بالمعلومات. بصراحه انا بشوفه من اسهل وامتع الكتب اللي هتنافس فعلا خلال الفتره اللي هي دي، الكتب العملاقه اللي بقى لها فتره بتصدر من سنين يعني، تمام. وان شاء الله استنوا فيديو كده بقى فيه ترشيحات الكتب الخارجيه، احسن الكتب اللي ينفع نذاكر منها، ومقارنه ما بين نقط القوه والضعف فيهم، تمام. ونبدأ مع بعض. القطعة بتقول Hello, my name is Ali, I am 13. أنا عندي 13 سنة، اسمي علي وعندي 13 سنة. This is a picture of my family. دي صورة لعيلتي. طبعا الطالب هيبص في الصورة ويتابع بالظبط الأفراد. My mom's name، طبعا هنا رجعنا أبوستروف اس الملكية، is أميرة، اسمها أميرة. She is a teacher، هنا أبوستروف اس هي is طبعا لأن بيوصفها. next to her، اتعلم بقى طالب حرف الجر next to her، يبقى هيبص للي واقف جنبها. is my dad، هو ابي. his name is عادل، واسمه عادل. he is a teacher too، وهو ايضا مدرس. يبقى الام teacher والاب teacher ايضا. both my parents are teachers at my school، كلا من والدي. طبعا اتكلمنا عن both ان معناها كلاهم، و parents يعني الوالدين. are teachers at my school، الاثنين مدرسين في نفس المدرسة. they have one daughter، هم عندهم بنت واحدة. البنت دي مين؟ she is my sister، هي أختي لميا. and she is 9 years old، وهي تبلغ 9 سنوات. and they have 2 sons، وعندهم ولدين. me أنا يعني، and my brother. فعشان هنا أقول I، لا أنا بقول me، لأن هنا مفعول. هم يمتلكوا مين؟ أخين، ابنين. مين الابن؟ انا كما تقول. and my brother، واخي خالد. he is 11. our grandmother is 64، جدتنا عندها 64 سنه. and she is called هدى. she is my mom's mother، وهي امي يعني grandmother هي mom's mother. my mom's father is our grandfather، ابو امي هو جدي او جدنا. he is called عمر، اسمه عمر. he is 65، هو عنده 65 سنة. their daughters is called جودي، طب بنت جدي وجدتي تبقى she is my mom's sister، أخت أمي. and she is my aunt، وهي خالتي. طبعا الطالب لازم يتعرف عن إزاي بيوصف بقى لإيه علاقات القرابة، خلاص بالتدريج كده. my uncles called مروان، اسمه مروان. their son is called طارق and he is my cousin، طبعا خالي او عمي اسمه مروان وابنه اسمه طارق، وبالتالي he is my cousin يعني ابن العم او ابن الخال. it's his birthday today، وده عيد ميلاده النهارده. he is 3 years old. طبعا احنا اتكلمنا عن ضمائر الملكيه، خلاص كده. صفات الملكيه اللي بتيجي قبل الاسم هي my
اقول ماي بوك هيز بوك هير بوك تمام كده. اتس لغير العاقل بدون ابوستروف طبعا تمام عشان ما تبقاش ات از. اتس مثلا تقول اي هاف ا موبايل. اتس كاميرا از فيري جود. كاميرته كاميرا غير العاقل كاميرا الموبايل جميله جدا. يور ماذر يور بوك خاص بيك. واتس يور نيم. اور هاوس اور هوم بيتنا خاص بينا. their house their car عربيتهم او بيتهم تمام كده. في ضمائر الملكيه اللي بتيجي في اخر الجمله برضو شرحناها في الحلقه اللي فاتت اللي هي mine this car is mine او الكار الاول وبعدين اقول mine فبتاتي في نهايه الجمله mine وhis وhers وits ويours وours وtheirs. خلاص كده. تستخدم صفات الملكيه لنبين ان شيئا ما يخص شخصا ما. she is my mom. I am her son. هي أمي وأنا ابنها. her هنا عايدة على ما. طبعا this is my family ودي عائلتي. أما صفات الملكية النوع الثاني تستخدم قبل الاسم ولكن تأتي ضمائر الملكية بعد الاسم والفعل. it's my pen. طيب دي صفة ملكية. طب ضمير الملكية بقى it's mine هو ملكي. لازم نفرق بين my pen و it اللي هي بتعود على pen فبالتالي كده جت الأول يبقى لازم استخدم mine في آخر الجملة. They are her bags. دولت الشنط بتاعتها. They are hers. They are بتعود على bags. بالتالي تم ذكر الحاجة المملوكة أولا فاستخدم hers بالاس في نهاية الجملة. إذا كل ضمائر الملكية mine و his و hers و its و yours و ours و theirs وتتميز كلها بوجود اس ما عدا mine طبعا دي معناها ملكية تأتي في آخر الجملة. نحل بقى مع بعض كده. بيقول look at Alice's family and circle the correct answer وعلم على الإجابة الصحيحة. طبعا علي واحد خلاص كده أو ولد فنقول مروان كان بيقول مروان إيه. مروان is my uncle مش your uncle صح كده. ها خالي أو عمي. طارق يعتبر لعلي مين her cousin. لا علي مش واحدة ده واحد يبقى his cousin. هدى and عمر. طب هدى عمر مين خلاص. your parents ولا their parents. لا والديهم. اميره is his aunt خلاص كده خالته او عمته. هدى is their grandmother هي جدتهم وده بيشمل العيله كلها طبعا. خلاص كده معايا. نتنقل للريدنج القطعه الثانيه برضو على نفس موضوع الفاميلي ولكن بركز شويه على twin brother. twin brothers اللي هما التوأم والقطعة بتقول an interview with twin brothers مقابلة مع توأم. meet حازم and عماد في صفحة الكتاب المدرسي رقم 3 تمام هنلاقي القطعة دي. they are brothers and they are both aged 12 هما الاثنين اخوات والاثنين يبلغوا من العمر. لما اقول are و aged am او is او are و aged مش age لا aged ورقم يبقى يبلغ من العمر. هو يبلغ من العمر he is aged. هي تبلغ من العمر she is aged. انا ابلغ من العمر I am aged وحط رقم اللي بيعبر عن السن. they have the same parents عندهم نفس الاب والام and the same birthday لما يكون اثنين عندهم نفس الاب والام ونفس تاريخ الميلاد يبقوا توأم. they are twins. what are your hobbies ما هي هواياتك حازم. I like sports بحب الرياضة. I play basketball بلعب كرة السلة. on Mondays and Wednesdays في أيام الاثنين وأيام الأربع يعني كل اثنين وكل أربع عشان كده حطيت أنا Monday S وال Wednesday S. I go swimming بعد go بيجي الفعل في ING on Tuesdays في أيام الثلاثاء بذهب للسباحة and I play football on Saturdays وبلعب كرة قدم في أيام السبت. عماد and he watches football matches on TV. احمد بيتكلم على حازم برضه بس بيعلق وبيتفرج على ماتشات الكوره في التلفزيون on Saturday evening طبعا ايام بتاخد حرف الجر on. he loves football بيحب الفوتبول. فحازم بيأكد كلامه فبيقول I love football ايوه فعلا انا بحب الكوره. فاحمد بيقول I don't like football but I like music مش بحب الكوره بس بحب الموسيقى. I play the drums بلعب طبلة and I listen to music وبستمع إلى الموسيقى. فحازم بيعلق على عماد ويقول he plays the drums in a band. خلي بالك هنا لما بيقول he بيستخدم اس المفرد لأن ده مضارع بسيط بيوصف عادة
فلازم احط البلاي اسمع هي وشي وات هي بلايز ذا درامز ان ا باند بيلعب درامز في فرقه موسيقيه. Do you have any hobbies that you both like؟ المحاور بقى بيقول لهم هل في هوايات انتوا الاثنين بتحبوها؟ فحازم بيقول we play chess بنلعب شطرنج together مع بعض on Saturdays في ايام السبت. عماد usually wins وعماد غالبا بيفوز. Yes, that's true. عماد بيقول and on Saturday afternoon وفي يوم السبت بعد الظهر we do voluntary work. كلمنا كلمة voluntary work المرة اللي فاتت قلنا معناها العمل التطوعي اللي هو العمل بدون أجر خدمات عامة. What kind of voluntary work؟ ما هو نوع العمل التطوعي؟ We help in the children's hospital. بنساعد في مستشفى للأطفال. We play games. عماد بيقول we play games بنلعب with the children مع الأطفال and read them stories ونقرأ لهم قصص. them دي عايدة على children. It's great. إنه شيء عظيم حقا. Okay. زي ما انتم شايفين مجموعة هوايات ازاي تعبر عنها لعب الشطرنج play chess لعب الكرة basketball listen to music watch a football match استخدم المضارع البسيط عادي جدا وتتكلم بنفس الطريقة سيبكوا تقروها برضو ممكن تثبت الفيديو وتقراها او تكتبها كنموذج او موديل للباراجراف لما اقولك ما هي الهوايات التي تحبها هتمسك هواية من دول وتتكلم عليها في 4-5 سطور تمام نبتدي بقى نحل التدريبات this is my pen ده قلمي يبقى it's ايه ها ضمير ملكيه في اخر الجمله يبقى it's mine هو ملكي this pen belongs to كلمه belongs to يخص عادل يبقى it's ايه ها عادل ده ايه زي هي صح هي ضمير الملكيه منه his pen صح كده it's his pen علا بوت ذيس دريس علا اشترت الدريس ده اتس ملكها وفي اخر الجمله يبقى اتس هير لا ما ينفعش لو قلت اتس يبقى اتس هير دريس لا ما فيش كلمه دريس ملكيه جايه في اخر الجمله ما فيش حاجه جايه بعديها يبقى اتس هيرز اخر اختيار ذيس كاميرا بيلونجز تو امل لا الكاميرا دي بتاعت امل يبقى اتس ايه نيو وان الجديده ما ينفعش هنا في هنا لسه الجمله بتكمل فاقول اتس هير نيو وان How did this pen get into my bag? القلم ده ازاي دخل شنطتي؟ It doesn't not to me. لا يخصني. احنا قلنا يخص يعني ايه؟ belong. برافو. وطبعا doesn't هنا منفية فنرجع belong في المصدر ونشيل منه الاس. These are their bags. دي شنطهم. يبقى they are theirs. برافو. علشان ابوستروف علشان ضمير الملكية بينتهي باس بيأتي في اخر الجملة. خلاص؟ السؤال الثاني This car owns two عمر مطلوب منك اللي تحتيها خط ان انت تصححها تمام وتكتب التصحيح ما بين الاقواس This car ايه اللي هو يخص belongs to وحافظ عليها باس زي ما owns فيها اس احط البلونج الاس عشان car مفرد تخص عمر يبقى اشيل owns واكتب belongs This toy isn't me it's hers طيب ده من الملكية في اخر الجملة وبعديه في الستوب يبقى isn't my مش بتاعتي it's hers this is my new house لا في كلمة new house يعني في مملوك بعديها ما ينفعش اكتب ضمائر ملكية لازم صفة ملكية يبقى this is my new house ده بيتي الجديد it's our uncle's new villa يبقى it's ايه ها فكروا شوي يبقى it's his ملك له that isn't hers mobile في موبايل ما ينفعش احط اس في ايه ضمائر الملكية لازم تفهم صفات ملكية يبقى it's her that isn't her mobile مش موبايلها سيبكوا تكملوا بعض الأسئلة ناخد مثلا من 1 لـ 5 وأسيبكوا تحلوا من 5 لـ 10 وتسيبوا لي الإجابات في الكومنتس تحت الفيديو which bag is أي الشنط بتاعتك فكر كده ضمير ملكية وفي آخر الجملة يبقى برافو اللي فيه اس از يورز ذا فوتبول از ضمير ملكية والجملة خلصت في كومة اهي يبقى ذا فوتبول از ماين الكرة بتاعتي بس ذا تنس بول از ماي سيسترز ولكن كرة التنس تخص اختي ضمير اس ابصر في اس الملكية مع كلمة سيستر يعني الكرة بتاعتها ذات از ماي جراند فاذرز كار ده عربية جدي يبقى it's a his
ملك له. Those are my friends' bicycles. They are friends جمع وعندي في كلمة bicycles في الآخر ما ينفعش أختار ضمير ملكية لازم صفة ملكية يبقى they are their bicycles. تمام كده. This is not your book. It's ضمير ملكية في آخر الجملة ده مش كتابك ده كتابي يبقى it's إيه؟ mine. برافو علشان برضو ضمير ملكية بيجي في آخر الجملة تماما. سيبكم تحلوا الخمس أسئلة من 5 لعشرة في برضو تشوز على الكلمات سهل جدا هنحل برضو منه حبة وتكملوا الباقي. بيقول مين help children بيساعدوا الأطفال وwork in school بيشتغلوا في مدرسة سهلة جدا teacher طبعا المدرسين. My نقط is today ايه اللي النهاردة انا عندي بقى عندي 10 سنين يبقى my birthday عيد ميلادي. My father's sister is my اخت بابايا تبقى ايه عمتي صح كده تبقى my aunt. ركزوا قوي في موضوع تدرج القرابة. I take nice نقط with my camera هاخد ايه بالكاميرا بتاعتي يبقى nice pictures صور. I have two daughters طبعا انا عندي بنتين they are اسمهم ايه اسمهم يدعى او يسمى cold they are cold Jenna and Judy. Number 6 my parents are doctors والدي كلا معناها ايه ها both كل من والدي لان المثنى بتيجي قبلها both اما الجمع بتيجي قبلها all وparents هنا اتنين فيبقى مثنى تاخد both في الاول. سيبكم تكملوا من 6 ل 12 خلاص. علي likes math عمر likes math either ما ينفعش استخدم either في الجملة المثبتة لا بستخدم to اللي هي too بمعنى ايضا فاشيل either هنا واحط to لانها بتأتي بمعنى ايضا في الجملة المثبتة. Your cousin ابن عمك is a child of your aunt or uncle طبعا ما ينفعش هنا كلمة uncle يعني ابن عمك هو ابن العم او العمة هو طفل او ابن عمتك او عمك عمك هنا تبقى uncle U N C L E هنشيل uncle دي لان معناها الكعب او الكاحل بتاع القدم ونحط uncle U N C L E. Your brother is your mother and father's son طبعا عايزين كلمة son ابن S O N مش son شمس. Your aunt is your mother or your father's cousins طيب عمتك تقرب إيه لباباك أو تقرب إيه لأختك لوالدتك أو لأمك تبقى أختهم يبقى نشيل كلمة cousin ونحط sister تمام كده. نمشي برضو على نفس الطريقة نحل التدريبات ونتابع مع بعض إن شاء الله شرح الدرس الثالث والرابع الشرح القادم وأي تعليق أي استفسار أي حد عنده أي سؤال يسيبه لي في التعليقات تحت الفيديو. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من قادتكم خبراء اللغة الإنجليزية والسلام عليكم.